السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعار سيارات اليوم 8 أبريل 2021. خوتي رخصت أي سيارة يضعها في التعليق نجيبوها له بحول الله. نبدأ مع السيارة الأولى على بركة الله، غولف سيري 6 إيرلاين لاني 2012، الطاقة مازوت، المحرك 2.0 270 شوفو، ماشية 258 ألف، الوثائق كارجون. خوتي هذه السيارة فيها بانتور دو بارشوك، عطاولو 200 مليون، موجودة في تيزي وزو. قراو البطاقة التقنية مليح خوتي قبل ما تعيطو المولاه. تيغوان 2013، الطاقة مازوت، المحرك 2.0 140 شوفو، علبة سرعة اوتوماتيك، كارت غريس صافية، ماشية 140 ألف. خوتي السيارة عطاولو 375 مليون، موجودة في بجاية أغبو. قراو البطاقة التقنية مليح خوتي قبل ما تعيطو المولاه. طروا سؤال اني 2013، الطاقة بنزين، المحرك 1.72 شوفو، ماشية 159 ألف، اللون بني شيكولا، كارت غريس صافية، السعر مولاها راه يقول 78 مليون بريفيكس. خوتي هذه السيارة موجودة في الجزائر عين نعجة. قراو البطاقة التقنية مليح خوتي قبل ما تعيطو المولاه. كولف سيري سيات لاني 2013، الطاقة مازوت، المحرك 2.0 110 شوفو، ماشية 167 ألف، كارت غريس صافية، عطاولو 205 مليون، موجودة في الجزائر الدار البيضاء. قراو البطاقة التقنية مليح خاوتي قبل ما تعيطو المولاه.